نعود الآن إلى ذاكرة التاريخ، نسترجع أحداثا شهدها هذا اليوم 22 من أكتوبر. في مثل هذا اليوم من عام 48 احتلت إسرائيل النقب، وفي عام 51 انضمت تركيا واليونان إلى حلف الشمال الأطلسي. وفي مثل هذا اليوم أيضا حطت المركبة الفضائية السوفيتية عام 75 على سطح الزهرة وأرسلت صورا لسطح الكوكب. وفي عام 89 تم توقيع اتفاق الطائف للتفاهم الوطني في لبنان الذي أنهى الحرب الأهلية. وفي مثل هذا اليوم من عام 2008 قدم أول سفير للكويت لدى العراق منذ غزو الكويت أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي جلال طالباني. وقد شهد هذا اليوم من عام 2011 وفاة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز.